عباد الله، جاء في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم أخطأوا في الفتيا بغير علم قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وقال علي رضي الله عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فعلى من لا يعلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يتحرى أهل العلم الثقات الذين اشتهروا بأخذ العلم عن أهله والتحلي بحلاهم ووقارهم والصلة الوثيقة بالمساجد تعلما وتعليما وتواجدا وتعظيما لعلمهم بالعمل به وبذله للخاصة والعامة ونشره بين الناس، والبعد عن الفسق والبدع والإعجاب بأهل الرفض والقبورية والتصوف الضال، والنأي عن السياسة المبنية على النظم الكفرية والتي ظاهرها الكذب والتلون والخداع وباطنها النفاق والمكر واستغلال الدهماء والرعاع وركوب أمواج الفتن والخفة عند الحوادث والفرح والمتاجرة بالمصائب. فأولئك، فهذا الصنف من الناس هم الذين عنوا فيما جاء من الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويلبسون للعامة أو للناس مسوح الظأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، شياطين في جثمان إنس، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. هذا الصنف من الناس يشمتون عند المصائب ويفرحون بالمعائب ويرجفون بالأمة عند النوازل ويرهبون أهل الخير ويتآمرون مع أهل الشر، يتعاونون مع كل كافر ومبتدع ومنافق وشيطان يحقق الأطماع والمآرب، يتكلمون بكل لسان ويخوضون في كل فن ويفتون في كل نازلة ويجيبون على كل سؤال ويهوون الحديث مع النساء الأجنبيات ولا يعظمون السنن ولا يذكرون أهل الخير ومن لزم خير سنن، بل يستشهدون بآراء وأفكار المستشرقين وأهل الفجور، ويذكرون الممثلين والمغنين ويثنون على من اشتهر بالشرك والبدعة والعداوة لتوحيد رب العالمين وسنة خاتم المرسلين والنبيين صلى الله عليه وسلم وكل من اتبع السلف أو دعا إلى منهاجهم. إن هذه الفئة المشؤومة ليست أهلا في أن يؤخذ عنها العلم ولا أن يقتدى بها في العمل ولا أن يرجع إليها عند النوازل والفتن، وإن تزينت بزي أهل العلم وادعته وتكلمت به وحملت ألقابه وتصدرت وسائل الإعلام وأجهزة التواصل، لأنها فئة غير موثوقة، فئة متصنعة للدنيا، متبعة للهوى، معرضة ومعادية لأهل الهدى. فاحذروا هذا الصنف، تحفظوا دينكم ولا تغتروا بكلامهم في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو من ينسبون الكلام إليه من أهل العلم، فإنما ذلك ليزينوا بضاعتهم ويروجوها عند السذج والرعاع من الناس. انظروا إلى هدي المرء وسمته وأمانته وديانته ونصحه للأمة وطول سيرته في العلم وأهله وتعليمه والدعوة إليه.